الثورات لما بتقوم بتحصل عشان تجيب ناس مكان ناس، واللي عملوها كانوا متخيلين ان النظام لما يقع البلد هتتحول لجنة، فبدأوا يحلموا. كل اللي لقوها فرصة عشان يظهروا لازم يفهموا ان ثورتهم لو غيرت اشكال فما بتغيرش اسلوب، رغم اننا واثقين انهم مش هيستحملوا، لكن بنعاقبهم بهدوء لان بطء العقاب بيبقى اصعب كتير من العقاب نفسه. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. انت يا سوحة يا بنتي يا سموحة، يا بنت عشان تفطري. طب يما متصربة على ايه؟ كنت بحط كحل. خبطي على الرايق جه يفطر معانا. لا يا اختي، ابن اخوكي راجع وش الصبح، ولو انقتل له قتيل ما هوش صاحي. وبعدين انا مش عارفه عايزه تصحي ليه؟ عشان ينكد علينا؟ قال يا بنت ايه بتقولي على ابن خالك كده؟ اللي يشوفك دلوقتي يا اختي ما يشوفكيش وهو مسافر. مين دي؟ كمالي يعني. وبعدين مش احسن ما هو رجع لنا ووقف لنا على السقطه واللقطه؟ مش عارفه ما عادش مع اخوه ليه هناك. طب عيني في عينك كده يا بنت اهو. عينك يا ماما صالح اغسليش. ما انت ده اللي بيخبط علينا دلوقتي على الصبح ده. دي تلاقيها خالتي دي جايبه لي البدله. بدله بدله يا بدله البدله. تكونيش فاكره نفسك رقاصه يا بنت. صباح الخير يا ست سماح. هو ايه الكبير لسه مصحيش ولا ايه؟ خش صحيه. ما صحنيش انت ليه؟ نومك تقيل يا ميم. يا عمتي كنت عشان تاكلوا اكل لوحدكم؟ لا يا حبيبي، الاكل متشلك اهو. تعالى يا حبيبي بالهنا والشفا. طب يلا كل يوم اعملي لي شاي. وما تعملوش انت لنفسك ليه؟ شايفه عمتي؟ صباح الفل يا كبير. عايز ايه؟ اللي ربت امبارح. حط عشفونيره وطير. ماشي يا كبير. نيل يلا يا لوغتك. ايه يا واد يا نحله خضتني غصب عني يا ست مديح. صباح الخير يا رايق. صباح الفل. يا حبيبتي اتفضلي اقعدي. لا مش هقدر اقعد كتير، عايزه اروح اصحي الواد يوسف وافطره. فين البدله؟ انا جايباها. واسكتي بقى عشان ما يسمعش ويجي يشوفها يعمل جغغة على الصبح. يو انا حره. هدنك وراها كده اهو لحد ما الرايق في اح علقه ما كلهاش حمر في مطلع. صباح الفل يا زوزه يا جميل. انت يا حلو صبحتي قطه من غير ديل. بصي يا حبيبتي اهي. بصي بقى ظبطتها لك وضايقتها لك من عند الوسط. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي. طب والنبي كل لك لو يا حبيبتي. تستني مش هقدر والله، هبقى اعدي عليكي يا زوزه. لا بتعدي ولا بتهيلي جت مصيبه.
كم كده يا خالتي؟ اخصى عليكي، عيب يا بنت. بتقولي ايه؟ يلا سلام بقى. يلا سلام. هستناكي يا ليحة حبيبتي. دلوقتي بقت حبيبتي. المرة السوي دي كانت جاية ليه؟ ما بتاكليش ليه يا غالية؟ ما تاكلي يا حبيبتي. ميرسي يا روحي، ماليش نفس. بقول لك ايه يا بابي، انا عندي لك باد نيوز. خير في ايه؟ التمثال طلع مضروب. تخيل، يا ريت تكلم بقى الراجل اللي انت بتشتغل معاه ده وتقول له عيب قوي الحركات دي. احنا مش عيال صغيره عشان يعمل معانا الحركات النص كوميدي. انت متاكده من الكلام ده؟ الراجل ده صعب يغسلنا، وبعدين دي مش اول مره نشتغل فيها مع بعض. جرى ايه يا بابي؟ انا هضحك عليك ولا ايه؟ التمثال مضروب. يا ريت بقى ما تخليش ثقتك في الناس دي تغشك. اوكي؟ اوكي. طيب افطر انت وانا هروح اعمل شويه حاجات كده وهحصلك على البازار. ما تنساش ترجعه له. اوكي. ايه يا شيمي، انت فعلا هترجع له الشغل؟ امال اخليه، هعمل بيه يعني؟ لا انا اقصد انك تتاكد منه الاول. اصل بصراحه غاليه بنتك لما بتغضب من حد او ما بتحبوش بتطلع في حاجته لقطه الفطس، وانا خايفه لا يكون التمثال سليم وتبوظ لك البيعه كده والسلام. علشان خاطري، علشان خاطري يا شيمي، اتاكد منه، مش عايزاك تخسر الراجل. بعد كلمه غاليه مفيش كلام. ماشي يا شيمي، ربنا يخليها لك. صحيت يا يوسف؟ لا لسه نايم. بيغسلي دول عشان وسخين. حاضر يا حبيبي، انا جهزت لك الغير التاني وحطيته لك جوه. ما بلاش السجاير على الريق دي يا حبيبي، مش كويس كده على صحتك. انا ما رضيتش اروح شغلي قبل ما افطرك، ومستهدى بالله كده، اطفي السيجاره وكلك لقمه. ايش نفسي اطفح. يا نصر. فندم يوسف صحي؟ اه يا حبيبي، رحتش المدرسه ليا وين؟ يا نصر. حبيبي عامل ايه؟ اه عايز ايه؟ عم ياسين عايزك النهارده تروح له. عايزني في ايدك كمان؟ طب اقول له هعدي عليه بالليل. ماشي. كنت تعالى. هات لي اتنين واتنين وكتر طرشي. ماشي. كنت تعالى. اه شبرق نفسك. ماشي. اوامر نص عشان خارج. حاضر. بصي بقى يا عروستنا، شوف التشكيلة دي يا عريس، مش هتلاقي رسمتهم في أي حتة تانية. الله تجنن قوي. هي جميلة قوي يا حبيبتي، وبصراحة هتجنن، بس اللي يجنن أكتر إن يا جيجي شكل الواحدة منهم تقيلة قوي وهتوزن جامد. الله أنت هتستخسر في عروستنا ولا إيه؟ ما كله راجع لك يا عريس، وبعدين لولا عليا كان زماني وصلت لكم المحل لحد البيت، بس يعني يلا المقدس مسافر بقى وأنت عارف دي أمان. بس سمعونا زغروطة كده. الله وريهم الخواتم يا فاروق، عن إذنكم. هو انا فيك مغرم صبابه، مغرم صبابه. يا بت احلى صباح، احلى صباح لما اسمع صوتك. صباح الفل. ايه الزغريت اللي عندك دي؟ اتجوزت من ورايا ولا ايه؟ لا ما اتجوزتش ولا حاجه، دي عندنا عروسه كده زي القمر، فكرتني بيه. لا ان شاء الله احنا كمان هنجيب شبكتنا، ما تقلقيش. يا رب يا ديبو يا رب، انت مش عارف انا بستنى اليوم ده ازاي. بكره تروح تبقى زي الفل. اصبري يا بت وهتشوفي ديبو هيعمل معاك ايه. انت صحيت؟ طب كويس بقى، يلا عشان ماما حضرت الفطار. ماشي يا شهد، خمسة وجاي. طب يلا بسرعة. طب اقول لك ايه، انا هقوم بقى عشان اشوف الدنيا فيها ايه. هشوفك النهاردة طيب؟ اه طبعا هتشوفيني، وينفع يعدي اليوم غير ما اشوفك. يلا خلي بالك على نفسك. سي يو سون، تيك كير ماي بيبي. ها تيك كير يا بت. صباح الفل يا كينج، الحياة من غيرك صعبة على فكرة. صباح الفل. طول ما انا جاي في الطريق عمال افكر في الكلام اللي قلته لي. لو مأخذ الفلوس اللي بتحكي فيها دي مش فلوس. حاضر هعوضها لك العمليه الجايه. يعني يا باشا مش عشاني، زي ما انت بتقول دول 30 فدان، في ناس كتير، ناس بتوع الحي وناس بتوع الجهاز والناس دي ما بترحمش، وانا عايز اخلص لك المصلحه دي من غير اي عطله. ظبطهم بطريقتك انت يا رايق. لو تصدقني بشرفي انا ما طالع من العمليه دي باي حاجه، انا بعملها مجامله لواحد حبيبي زيك كده يا رايق. لا طالما حلفت بشرفك يا باشا انا مصدقك طبعا، بس مش لازم تاخدني تحت باطك يعني وانت رايح تجامل. لا مؤاخذه في الكلمه انا ماليش فيها. عندك حق، بس انا لو ما جيتش على الرايق يعني هاجي على مين؟ لا انا حبيبك، تعال عليا براحتك يا باشا، كمل لي الحدوته. زي ما قلت لك قبل كده رايق هم 30 فدان انشاءات، موافقتهم لسه ما جاتش. المطلوب الموافقات تيجي وتجيب لي تصريح الجهاز باسرع وقت ممكن. المشتري جاهز والبائع على استعداده انه يخسر نص ثمنها، ما عندوش مشكله. طب والله يا باشا حلو الكلام ده، طالما الراجل مستبع كده ما نشوف لحد من طرفنا يشتريها ويطلع لنا مصلحه حلوه، ولا بلاش ما نشوف لحد يشاركوا ويشتغلوا فيها سوا وبرضه يطلع لنا مصلحه حلوه. كان غيرك اشطر. بص يا رايق،
الأرض دي أرض دولة، يعني بقت زي الفضيحة، كل واحد بيحاول يبعدها عنه. ليه بقى؟ لأن الملفات بدأت تتفتح، وكل واحد كان صاحب أرض برخص التراب على حس النظام القديم بدأت رجله تيجي. قريت أنا كده، يعني اللي هياخد الأرض دي هيلبسها كل يوم والتاني هيطلع له خازوق. لا وإيه؟ يقرف منها ويجيبها لنا تاني عشان نبقى له. صح كده، ماشي يا باشا، تمام. خد يا سيدي ده الورق، خلص مع الجهاز وبعد خد حسابك. واحنا في بينا حساب؟ اعتبره حصل. ايه يما؟ ايه؟ فين الاكل يما؟ اهو يا حبيبي سلامت الشوف يا ضنايا قدامك اهو. قدامي ايه؟ انا بقالي يومين قاعد من الشغل عايز ارم عظمي يما، حرام عليك يما. يما فكيها يما، بلاش استخسار يما، فكيها. كل كل يا حبيبي لقمه هنيه تكفي 100. يلا 100 مين دي؟ ما تكفيش عيل صغير. دي هو انا عايزه كتب خارجيه بقى. حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر. نادين انت نازله يا حبيبتي؟ اه يا ماما، النهارده البروجرام مليان، نجيب الفوج من المطار، بعد كده نطلع على القلعه، بعدين الاوتيل، بعد كده المطار تاني، كذا مكان. عايزاكي تتصلي بباباكي. اتصل بيه ليه؟ اصل عمتك اتكلمت امبارح وقالت انه دخل مستشفى، هيعمل عمليه. ربنا يشفيه، بعدين كفايه عليه قوي، مراته وبناته الاثنين مالين عليه الدنيا. ده مهما كان باباك يا حبيبتي. وبعدين يا ماما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقفلناه خلاص. طب هتتاخري النهارده؟ شويه بس ما تقلقيش، لو اتاخرت هخلي يوسف يوصلك. تروح ترمي الحاجه في وشه وتقول له اذا عمل كده تاني شيء ما هيزعلك. تمام يا باشا. انا مش قادر افهم الناس دي، بدل ما يضربوا الشغل بالطريقه البلدي دي ما يروحوا يحفروا في اي حته، دي البلد عايم على الاثار. بصراحه ربنا يا باشا، انا من ساعه ما شفت الشغل وانا عارف انه شمال، لا شكله ولا لونه، ده متبيت شهر في الرمل عشان يطلع بالمنظر ده. طب وساكت ليه؟ سايبني كده ليه؟ لا ما يصحش برضه يا باشا، ما مدام غاليه هي اللي بتبص على الحاجه وهي اللي بتقول، انت اللي عودتني على كده. انت قلت لي انك انت خلصت اثار مش كده؟ انا دخلت اثار اه بس ما خلصتهاش. بس بيني وبينك يا باشا، اللي اتعلمته في الشغلانه دي ما هتعلموش في اي كليه ثانيه. صح. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ايه الاخبار يا بابا؟ كنت بقول يوسف رجع تمثال للراجل الزفت ده. بصراحه الحاجه كلها طلعت شمال زي ما حضرتك قلتي. وانا مستنيك انت يعني عشان تقول لي. بقول لك ايه، خد اركن العربيه بتاعتي وسيبها في نص الشارع. شحته اركن عربيتي لهانم. ايه اللي انت بتعمله ده يا بابي؟ ايه عملت ايه؟ ليه تخليه يبص على حاجه؟ انا قلت لك مليون مره مش عايزه حد يتدخل في شغلنا باي شكل من الاشكال. على فكره يوسف ده ابن ناس وطيب وانا عندي ثقه فيه. انا بقى ما بثقش في حد، لو سمحت ريحني. ممكن خلصت الشغل اللي في ايدك يا احمد؟ خلاص يا حاج، فاضل بس تركن دبرياش وابقى كده تمام. شد عينك شويه عشان اخش على الكربراتير. حاضر يا حاج، حاضر، ثواني اكون خلصت على طول واخش على الكربراتير. يا اسطى. ايوه يا حاج امر. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ لقيت نفسي فاضيه، قلت بدل انا وامي بنقعد نكف في بعض اعملها لك مفاجاه. طب وحشتني يا جزمه. جزمة؟ هي دي رومانسية؟ دي رومانسية التراسية، هو ده الجديد في الموسم. طب اسمع عشان ما تأخرش، بكرة خلص تدريب بدري، إيه رأيك نتقابل؟ لا بكرة ما ينفعش، استحالة. استحالة؟ مش عايز تشوفني؟ لا مش قصدي، مش قصدي يا شماء، أنا آسف لحياة ربنا أنت مش فاهمة. هقول لك، أصل بكرة عندنا ماتش مع إنبي، وإنبي ضيع علينا الدوري قبل كده، فلازم بكرة نروح والعين نار عشان يكشوا مننا، أمال إيه؟ الله. أوه أوه أوه. جمهوره ده حماه. اوه على الحلوه والمره معاه، مفيش في قلبي غير الاهلي، ومفيش في غيره فرحني. انت عبيط يا احمد؟ عبيط عبيط يا ابني، انا جايه لك الورشه اول مره، اجي لك ما قلتليش حتى تشربي ايه وبتغني للاهلي. هتشربي ايه في القهوه يعني يا شيماء؟ هشرب لك زيت باكن، وبعدين رومانسيه ايه اللي بتتكلمي فيها ديت ببدله انبوبه البوتاجاز اللي انا لابسها دي؟ الله، الكلام اللي انت بتقوليه دوت ما ينفعش هنا، ورشه وزيت وشحم وفيزه وبتاع. صح انا غلطانه، ما كانش المفروض اجي لك اصلا. يا رب الاهلي يتص خمسه. لا ايه اللي انت خد يا بنت، تعالى هنا. ايه اللي انت شيماء؟ طب هو جمهوره ده حماه. السلام عليكم يا مديحة. عليكم السلام، ازيك يا ياسين؟ ايه ده، معقولة جايب الجواكت بنفسك؟ لا ما انا كنت في مشوار كده وقلت اعديهم بالمرة. وهو نروح مع بعض بدل ما تروح لوحدك. انت من كتير؟ لا خلاص انا بشطب اهو. الله الوانهم حلوة قوي يا ياسين. لا موصي عليهم بنفسي. تسلم. الله بس دول خمسة مش أربعة، يعني في واحد زيادة. اها خلاص يبقى الخمس دواء علشانك.
عشاني انا؟ علشاني. هيغلي عليكي ولا ايه؟ ايوه بس ياسين. ايه مديحة؟ ترد هديتي؟ تسلمني وتسلم ما جايبك يا اخويا. ما قلتليش الواد يوسف عامل معاك ايه؟ اهو زي ما هو بيعاملني كاني مش امه. والله ما انا عارفه ياسين هلاقيها منين ولا منين. لا انت عارفه يا مديحة. يوسف مش هيتعدل ولا ينصلح حاله الا ما يعرف موضوع ابوه. يلا ربنا يهدي الكل. خلص بقى اللي في ايديك بسرعه وانا هستناكي بره اشرب سيجاره. ماشي. يلا سلام. سلام. في رجاله كتير في الدنيا بس منه وعد ما فيه ده عينه مني. برنسيس يا ست الكل وربنا برنسيس. انت تاني. شوقي بيه بيمثل. ونعمة يا اخويا انا مكسوفين. كل ليلة تيجي شايل ومحمل وتروح يا عين امك ايد ورا وايد قدام، انت ما بتزهقش؟ انت حاسة بيا اهو. طب هقولها لك تاني، لأن أنا مش عارفة أنت مشكلتك فين يا أخ، في ودنك ولا في دماغك؟ أنا رقصة وبس يا عينيا، مش خيشة اللي داخل واللي خارج بيدوس عليها بجزماته. الراجل عايز الود يتصل. وقول له ودك ما فيهش رصيد، لا عمره هيتصل ولا عمري هستقبل، قلت إيه بقى؟ بالهداوة يا ست الكل. مش كده؟ ما تشيش أنا أحلى. عينيا كبير. والله أخي أنا مش فاهم. اسافر وارجع الاقي البلد حاله بتشقلب بالمنظر ده. انا اللي مش فاهم انت اللي رجعت. ما كنت خليتك يا اخي على الاقل كنت شدتني معاك. والمصحف هناك زي هنا يمكن هنا احسن كمان. ليه بقى ماسيك اخوك اهو قاعد وقلع الدولي. قول لي امين انت كلمتوني صحيح ولا ايه؟ برضه عشان اخلص بقى من الحوار ده. يعني انت لو كلمته دلوقتي هتلاقيني نطط في الطياره يعني. بعدين هكلمه لك بعدين. كل حاجه بعدين. في ايه يا عم؟ ايه يا امين مش عايز تخدمني ليه يا جدع؟ افهم. اي هاف نو لايف اي ليف ان دارك هير. دارك؟ انا عارف انت هتغير رايك في يوم وليله. لا طبعا نو واي يا معلم نو واي. يا جيبو غرايب. يا نص ايه اللي ماشيك في نص الليل كده؟ كنت بجيب حاجات. يا ده احنا مش قلنا مفيش نزول بالليل؟ امال اخلي اختي هي اللي تنزل بالليل ده؟ جدع نص راجل يلا راجل. طب لما تحب تعوز حاجه بعد كده قول لي النحله يبعتها لك على البيت. ماشي. طب فكك من الكلام ده وعلمني حركه جديده. يا ده مش لسه معلمك حركه احفظها الاول. طب انا احفظها صم. خلاص بعدين بقى عشان دماغي ما تدوش. بكره بكره. ماشي بس بكره خليهم حركتين. يا بطل لما ده بقى طير. يلا يا ده على البيت. ماشي. يا عمنا بقالك ساعة مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عايزة. في ايه؟ من غير لا لف ولا دوران. الموضوع اللي بينك وبين امك ده بقى مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه يا واد هتنرفز مني ولا مش القصد بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا مصر. اسمع انت يا عم ياسين. الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين. ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا واد الكلام ده اللي انت بتقوله ده ما هي قايله لك بدل مره العشرة وخلصت من الموال ده. ولا انت تغيب تغيب وترجع تنكش فيه تاني؟ ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بتاعي. انا اتكلمت معاها بالهداوه هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ هيبه يوسف دمك يا ابني. امك سابت الراس زمان علشان خاطرك يا يوسف اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش يا عم ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش وقصرت معايا وما قصرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام ماليش اصل ما اعرفش ابويا مين. ما لو كتب في شهاده الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها؟ قول لي تعرفه؟ شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش. لو كانت متجوزاه فين رسمت الجواز؟ ولو كان مات فين شهاده الوفاه؟ فين اي ورقه تثبت ان انا ابن حلال؟ ها؟ احنا نضحك على بعض يا عم ياسين ما احنا اللي فوق سوا. ولا انت ناسي؟ ناس العيال زمان وانا في الحركه ما بينادوني يقولوا لي ايه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف. بس عايزك تفتكر انت كمان ان انا ياما قلت لك يا ابني ان امك دي اشرف واحده في الدنيا وان ابوك هو اللي سابك وطفش ومش عارفين له طريق جره وخد معاك كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكدب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك مش عايزك تصدق في موضوعك. انت حر. فل يا عم يوسف. يا رمضان جبت الحاجه؟ لا جاي عشان معاها. انا ناقصك يا خفه يا عم الحاج. الفرق الوحيد بين هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجه بتلاقوا صدى حاجه. هو ده اللي انا عايزه لما اشتغل الاقي نتيجه لشغلي. ابو مايا بالحته بتاعتك. هو ده الكلام. الله يسهل له. اوعى. يا انا احلى. انا يا كبير. وفي ايه الدوشه اللي جوه دي؟ مش هقول لهم ماتش حريمي انما ملاكمه. ملاكمه جامده قوي يا كبير. الحريم بص بتقطع في بعض. ايه بقى؟ ايه اللي منزلك متاخر قوي كده؟
الواد نص قال لي انك لسه قاعد على القهوه، فقلت الحقك قبل ما تروح الشغل. افرضي رحت الشغل ولا حتى اجزت، ايه؟ مش ترني لي قبلها؟ قلبي قال لي اني هلحقك، ما تضحكش عليا زيك. قولي لي بقى. قلبي قال لك ايه تاني؟ قال لي بحبك وحشتني ونفسي انا وانت بقى نتلم في بيت واحد واحس بحضنك بيحميني. تحس بايه؟ احس بحضنك بيحميني. قولي لي يا بنت، هو انت بتحلوي زياده كده بالليل ولا انت كده طول اليوم؟ انا كده طول اليوم يا اخويا، بس انت بقى اللي مش واخد بالك وانت مش. انا قليل الادب. لا يا اخويا ما تقولش على نفسك. اسمعي بس، انا قليل الادب. لا يا دي، يا بنت افهميني، انا قليل الادب. انا بنتي بتتكال، ما حدش في الدنيا دي يمنعني غير البت دي. مين؟ الدنيا كلها عارفه اسمها هنادي. لا ما اسمهاش هنادي، دي اسمها موحه. كركس يا اخويا عشان يقيدوا لي نار السلم ولا حاجه. ايه يا اسطى؟ انا ولع لها في العماره مش في اللمه بس. اهلا بالفنانه اللي مسيطره في المنطقه. جرى ايه يا رايق؟ احنا مش هنخلص من نمر كل الليله دي يا اخويا ولا ايه؟ لا يا سماح مش هنخلص، الحوار عاجبني ومش هنخلص، وعلى الحرام من ديني ما انت نازله من باب البيت تاني. وانت مالكش حلفانات عليا يا عناي؟ ده من امتى ان شاء الله؟ من هنا وطالع. وبعدين انت مالك محموق كده ليه؟ انت مالكش حاجه عندي، لا انت اخويا ولا خطيبي ولا جوزي. ما تظبط يا بت. هو في سيبك منه، ده فيلم كل يوم. ها يا رايك في الحته؟ ألماني معتبر. عيب عليك يا عم يوسف، ده انت حبيبي، هجيب لك حاجه شمال برضه. طب الحته دي تخصني براك يا بص، هي تمنها كف. كف كتير، انا اديك 3.5. تمام تمام، انت حبيبي برضه. خد ادبر لك الفلوس واكلمك اتك على دلوقتي. ترى ايه يا رايق؟ ترى ايه يا رايق وانت كل شويه يا حبيبي تتفرج علينا مخاليق ربنا؟ عيب كده يا واد. خش جوه يا عمتي. البت دي لازم تتربى. ايوه دي بنت كلب ولازم تتربى. انا متربيه كويس يا رايق وانت عارف. يبقى نقصر بقى ولا هربيك؟ تعالي بقى. الحلوه يا اختي. يا رايق يا رايق، ما تستهدى بالله يا جدع. انا مش بتطلع موحه على البيت ولا تتربى يا اختي. انا هوريك يا اخي. اخر انت هتشوف بيت الواد ده بقى. انا هوريك. تعالى يا جدع. جيجي خدها على فوق. يلا 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 ما كان مسافر ومريحني. انا عارفه ايه اللي رجعه، رجع عشان ينكد عليا ويقرفني. منك لله يا رايق. طب يا بنت ما تعرفيش تردي شويه بدري من شغلك، يعني على الساعه 7 كده كويس. 7 ايه ياما وانا بهزف مستوصف؟ اشحال كنت بنت كار وعارف كار. كار ايه يا اختي؟ هو الكار بقى كار؟ ده الكار باظ. الكار زمان كان محترم، الهزه بحساب والطبله بحساب والزمره بزماره. هو الكار دلوقتي جايب همه يا بنت. ما تجيبي كده من الاخر يا بنت وتخلصي. هو ايه الاخر ده يا جيجي؟ الاخر يا خالتي اللي كلنا عارفينه، البت موحة بتكيد للراي وعينها هتطلع عليه. لازمتها ايه الهوليله اللي بتعمليها كل يوم دي؟ ولا هو يعني عيني فيه واخي عليه؟ الله، تحب اكلمهولك انا يا بنت؟ ايوه كلمهولها يا جيجي. اسكتي يا امه، والنعمه الشريفه لو عملت كده يا جيجي ما اكون عارفاكي تاني. خلاص. وبعدين ما حدش فيكم فاهم اللي في دماغي، انا الكار ده كله واخداها سلم. يرزق الهجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. سلمه لايه يا ام العتب؟ ما ترسينا يا بنت. للسيما يا روح امه. سيما سيما يا سيما يا ام سيما يا سيما. ام سيما، وانا يعني اقل من غادة عبد الرازق ولا سمية الخشاب؟ للدم يديك يا بنت. سيبيها على هواها، حدد لها ما يجي على قفاها. طب والله يا جيجي، ده انا زمان كنت فرس رماح. ايوه يا بنت والله كنت مشرعه ومفرعه وطول الباب ده هو، والوسط كده هو، ودول ما شاء الله كده هو، ودول ما شاء الله. كنت تحط فنجان القهوه عليهم بوش والله ما يتهز. ولا سمانه الرجل كانت كده هو، ولا شرعه العين لما كنت اضرب الكحله فيهم كده هو واشرع بعيني كده هو، كانت الناس تبقى هتتهبل عليا وتقولي لي غدا الخشاب وسميه عبد الرازق بلا نيله يا اختي عليكي وعليهم من بدري. امك حافظاها كلها. انتوا عارفين يا جدعان الراجل اللي احنا طلعنا عليه امبارح ده يبقى مين؟ معروف، شريف الغمراوي اللي مرشح نفسه في الانتخابات. انتخابات؟ بقى ده مرشح نفسه للانتخابات؟ ما تعرفش يا معلم ولا ايه؟ ثورة مستمرة. ثورة مستمرة؟ ثورة مستمرة. ايه اللي يخلي الجنرال يطلعنا احنا في عملية زي دي؟ هي كيمياء.
ما عارف اني رجعت طبعا. ايه انت هتعيش في الدور ولا ايه؟ ايه ده يا عم؟ قول له لاحسن يكون فاكر نفسه وزير الاجرام ولا حاجه. خلاص بقى انت تسيح لي مكان، لازم اهرب. ما العمليه كانت راحت تدفع علينا كلنا يا يوسف. فيه قدر ولطف يا ميمي، حوار وعدى. ماشي. الواد ده كان بيغلفط على ناس تقيله قوي وبيحكي في حوارات على المضغطي، بس هو عارف يا لطف شوف مين الناس دي. بصراحه عندي في الشغل كل يوم بسمعهم بيقولوا نفس الكلام، فمن الاخر الناس زهقت، حبوا يظبطوه ويسكتوه بس. يعني شايف هذا المخ المتاسس؟ هو جاب لك من الاخر. قول له يا ابني ادي ميزه بقى ان واحد مثقف زيي يقعد مع جهله زيكم. شفت بقى الكلمتين بتوعك هتخليه يتنطط علينا هو كمان. بقول لكم هنا ماليش فيه، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، احنا هناخد الرشنات بتاعتنا من الجنرال، والعربيه ناخدها نفكها وتبقى اوديت. Este cuadro es genial. Se me hinta original. Entonces voy a coger uno. Gracias. De nada. يوسف. مومنتو. Sí, hombre, sí. بتعمل ايه هنا؟ انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ زي ما انت شايف مطحون في الشغل. يا سلام، مش قادر تفضل دقيقة تطمني فيها عليك؟ لا. طب بقول لك ايه؟ ما تاخد اجازة من الشغل يومين تستريح. أنا طالعة شرم مع جروب. تعال نطلع مع بعض زي زمان. بقول لك مش فاضي، بشتغل، لا فاضي لسفرك ولا لكلامك، وقلت لك 100 مرة زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. أنت بتتهرب مني يا يوسف؟ أتهرب منك بتاع إيه؟ هو أنا مديون لك بفلوس؟ أنت بتكلمني كده ليه؟ عشان ده مكان شغل وأكل عيش مش مكان كلام، فاهمة؟ اتفضلي امشي دلوقتي وأنا لما أخلص هبقى أكلمك. يا سن هترسيني في إيه؟ الجنرال طلب يقابلني ليه؟ ما هو لو كان قال لي أكيد ما كانش طلب إنه يقابلك. بس حاجة غريبة أوي، كل مرة الاتفاق بيكون معاك أنت، اشمعنى يعني المرة دي؟ بعدين الجنرال أنا ما شفتوش غير مرتين في حياتي. ما ترسيني يا سن على الحوار، فهمني، قول لي إحنا زعلنا الجنرال في حاجة لا سمح الله. زعلته؟ قول يا ديب، أنت اشتغلت مع الجنرال قد إيه؟ كتير، على قدك. وخلصت البني آدمين لحسابه قد إيه؟ يعني شوية. شوف بقى، كل اللي عملته انت واصحابك ده، الجنرال عنده ناس ممكن تعملوا معاك ولو فكرتوا حتى مجرد ما تزعل. زعل مين؟ احنا برضه نزعل الجنرال. احنا عمرنا ما نفكر في حاجه زي كده، لا انا ولا الناس حتى اللي معايا. انا بس مستغرب. مستغرب انه طلب يقابلني. ما تستعجلش، هتفهم. انت ما تقول يا سيدي انت شغال معايا وممكن ترسيني على الحوار. ده فاهم غلط. انا مش شغال معاه، انا شغال عنده. كملي يا حاج انا معاكي. ومن ليلتها يا اخويا قرينا الفاتحه وخدوا الشبكه وعن ابتدوا بقى يشتغلوا في اللزقه. وبعدين قال ايه؟ قال عايز اتلزق بالسيراميك بتاع الحمام والمطبخ على الارض. قال ليه؟ قال بيعمل لها حساسيه وبيدوخها. بيدوخها؟ اه. هي حبله ولا ايه؟ حملة ايه يا اخويا؟ بقول لك خطيبة حمادة ابني. اه لا مؤاخذة يا عم حمادة، معلش. طب طلباتك حاجة؟ هو دلوقتي الواد نفسيته تعبانة منها وقافل منها على الآخر. وهم لو عرفوا الكلام ده هيدوسوا على الشبكة. لا حمادة، اوعى نفسيتك تقفل، أنا أخلص لك الليلة دي. طب الشبكة دي بكام يا حاج؟ ب 4000 يا اخويا. هنقول 5000، أنا بقى لي فيهم فلوس. ليه يا اخويا؟ ليه يا حاج؟ ده حمادة اللي ملص، وطالما حمادة ملص يبقى الشبكة من حقهم. ولا انا بتكلم في الغلط؟ انت بتتكلمي في ميت، ايه رايك بقى نصح نص ونعمل له اسبوع ولا نقرا عليه فاتحه؟ لا يا ريت نعمل له اسبوع يا اخويا. يبقى كمان اسبوع تعدي عليا وانا جاهز لكل حاجه. الاول بس اكتبي لي عنوان البنت دي وابوها شغال ايه. انا مجهزه لك كل حاجه في الورقه دي. ماشي يا حاج. ماشي يا اخويا، فوتك بعد. الله يعافيك. سلامة حماده. الله عليك يا رايق يا حلال المشاكل. بس لو كنت سمعت كلامي بقى فتحت لك مكتب محاماه، مش كان احسن من بدل قعده القهوه والقرف اللي احنا فيه ده؟ محاماه يا بجل؟ ما كل المحامين قاعدين في البيت مش لاقيني شغل ولا اي حاجه خالص. انا اهو قضيته مضمونه ومكسبها دلوقتي على طول. سلام عليك يا رايق، كل يوم بتعلم منك حاجه، كل يوم. حاجه انا قلت حاجه يا بجل؟ روح اقعد اعمل لي حاجه. يلا يا ماشي يا رايق. يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق، شفت عملت ايه النهارده في اولاد المدرسه؟ عملت ايه؟ ظبطتهم الحركه اللي علمتهاني. ازاي؟ اخدت واحد بالنص واديت التانيه كشاف على عينيه. الله عليك، عشان كده قال انا هعلمك حركه جديده. طب يلا يلا اقعد بس اشرب الحجر ده واجي معاك. انا احلى هات له زحله. انا يا رايق بس الحجر الاول. ماشي. اهلا يا ديبو، وحشني. ربنا يخلي سعادتك. حلو اللي انت عملته انت واصحابك. احنا في خدمتك يا جنرال.
زمان في المدرسة علمونا إن بوردان صديق الفلاح، عشان بينقي الدودة من الأرض وبياكل الحشرات اللي بتضر الزرع. يعني مفيش مرة اتغابة وعمل أكتر من دوره، عشان كده فضل صديق الفلاح. صح يا باشا، صح. دول 20,000 اللي اتفقنا عليهم، عشان تعرف ان انا راجل بحترم كلمتي. هو في اي حد قال حاجه غير كده؟ وبعدين دي مش اول شغلانه لينا مع بعض يعني. مد ايدك، خد الحقك انت وزمايلك. بعد اذنك يا باشا. عشان تبقى تشتغل صح لازم تعرف دورك بيبتدي فين وينتهي فين، زي ابو ارداء. انا قلت الراجل يتاكد. ما اتفقناش تاخدوا عربيته وتقطعوها وتبيعوها. اللي طلب منا نفذناه بالحرف الواحد، مش حاجه اكتر من كده. غلطة مش كده؟ نفسك تعتذر عشان ترحم نفسك من الالم اللي انت حاسس بيه. غلطة، غلطة مش هتتكرر تاني. اوعى تفتكر انت والصايع اللي معاك ممكن تحلموا اكتر من اللي هسمح لكم بيه. ها؟ انا اللي عملتكم، وانا اللي اقدر احبكم في اي وقت. افتكروا دايما ملفاتكم اللي تحت ايدي. مفهوم، مفهوم سعادتك. الفلوس اللي معاك على ثمن العربية اللي قطعتوها يبقى حقكم وصلت. مع السلامة. هيا سعادة الباشا. أتمنى يكون عجبك اللي حصل. لا 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 لا، مش هيتكلم لا دلوقتي ولا بعد ما يخش البرلمان. تحت امرك. على السلامة. هو مال امه هو اذا كنا نبيع العربية ولا ان شاء الله حتى نولع فيها؟ مش عملنا له اللي هو عايزه؟ هو ده اللي حصل. ولازمته ايه بقى ابو الا ويدرع دول؟ بتنطط علينا. يتنطط علينا؟ على حرام من دينا وما كسر لك دماغ دلوقتي ولا يفرق معايا. ايه ده عم مين؟ بلاش فتحة الصدر دي، فتحة الصدر دي مش مع أي حد. اللي حصل ده كان غلطة. غلطة كبيرة كمان. ليه يا عم؟ هو حد جاب اسمه في حاجة ولا شاور عليه؟ لا. طيب يبقى غلطانين في ايه؟ العملية دي كان لازم تبان انها قرصة ودن، ما بعتها له خصوصي. ما ده اللي حصل يا دياب. لا مش ده اللي حصل. لما دخلنا على الواد ده وسقطنا عليه بانت انها حركة عيال هجامين، عايزين العربية مش عايزينه هو. اه. عشان كده بقى الجنرال قرص عليك شوية. أنا مش فارق لي اللي حصل معاه. مش فارق لي خالص. أنا فارق لي بس إن أنا فهمتها متأخر. يا عم عادي بقى ولا يهمك خلاص. يموت المعلم ولا يتعلم. تحب أروح أعلمك على الواد ده تاني هدية مننا ليه؟ ليه يا عم مني؟ وأنا بحكي في إيه؟ هنحكي في المحكي. خلاص. روق أديبه. أنا هقوم. عايز أروح الشغل، غير ما رحتش. ماشي. سلام. سلام. هو متضايق قوي. مين فيكم رايق؟ في ايه؟ يلا هاتوه هاتوه. ايه يلا يا عم؟ يلا يا عم في ايه؟ يلا يا